يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن العتبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه والشيطان لا يتمثل بصورته، لا يتمثل بصورته عند من يعرفها. وهل العتبي يعرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو العتبي؟ مجهول. لا يتمثل الشيطان بصورة النبي الحقيقية عند من يعرفها، يعرف أوصافه صلى الله عليه وسلم. أما من لا يعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أيمكن أن يأتيه الشيطان ويقول أنا رسول الله، أنا النبي، فيصدقه ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.